المسائل الثلاثة. سي مسألك أن دغازن سر خبردن. المسألة الأولى. مسألة يكي. الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بالربوبية وبالأسماء والصفات. قريك أن بزعم كن رب عالمي هم ربوبيات دا هم اسم وصفات خدا قريك تكبي قرتن دا. المسألة الثانية. مسألة دا. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. ام قريب بزمان كي مسألة دو تقري رب عالمي عباداته قش كده تك بقري رب عالمي بيشترجي تكسير عباداتك. المسألة الثالثة. مسألة سيسيا. لابد أن المسلم يتميز عن الكفار. مسألة سيسيا قريب مسلمانك فرقوي إش كافرة قريها بقريش خوف كافرة تميز يعني فرق لبقرة. لا يكون كالكافرين في لباسه. قري قدي كافراني وكنجي خدا. في اعتقاده إنان جا خدا في كل شيء هر تشتيد قري قدي كافرانين به لكن هل معنى هذا أننا نقتل الكفار هل معنى في التسر يوكي أم قري كافرة بكجن لا نفي لهم بالعهود أم قري ونرى زرار بدن لا نفي لهم بالعهود أمي ونرى ناكجن ونرى قتل ناكن ومع هذا لا يمكن أن نشارك الكفار في عياد في احتفالات في طقوس في الشركيات في البدع سر واجي أم تبقوا إيشي واني شركيات قنيوان بيسي وان نوفن